الميوزك مرعبة شوي بس مو مشكلة. في البداية معاكم نورة الربيق، أنا من جامعة الفيصل. مو مشكلة، أنا أدرس جامعة الفيصل سنة تحضيرية، عمري 18 سنة. الثيم تبع العرض حقي تحت مسمى الآية القرآنية إن مع العسر يسرا. في البداية حابة أذكر لكم عن السياسي الشهير اللي عنده مقولة I have a dream، اللي ألقى خطاب في أمريكا. وطبعاً من هذه المقولة أنا كان لدي حلم، وطبعاً أكيد كل شخص عنده حلم يحاول يسعى له ويحققه. أوكي، نيكست. مارتن لوثر كينغ ألقى الخطاب الشهير حقه I have a dream في أمريكا، وطبعاً كان ملهم للعديد من الناس ومن ضمنهم أنا. بعد كذا حابة أذكر لكم قصة قصيرة. في 2011 كنا في مسابقة إنتل للعالم العربي، طبعاً هي مسابقة مختصة بالبحوث العلمية. أثناء حفل إعلان النتائج حصل موقف بسيط ظريف. كان يعلن النتائج بناء على الكاتيجوريز اللي هي للمسابقة، فيخلصوا من كاتيجوري يبدا من المرتبة الثالثة، فالثاني فالأول. طبعا بدأوا بمسار الطب والعلوم الصحية، أعلنوا المركز الثالث، بعدها أعلنوا المركز الثاني. بعد إعلان المركز الثاني كان خلفنا المشرفين من مؤسسة موهبة، هم اللي دعمونا للوصول لهذه المسابقة. فكان معانا تحية الموهبة. فكان معانا أحد المشرفين. طبعا وقتها كان عندي ثقة جدا عظيمة بإن حنفوز والأول. فأخذت الكاميرا وأعطيتها المشرف اللي ورا وقلت له لما نطلع الحين صورنا. كانوا الناس كلها شايلة هم بنفوز بنخسر، إلا إحنا كنا شايلين هم لما نطلع على الستيج مين حيصورنا. كان هذا البحث مع زميلتي سارة الناصر، بحث جماعي كان يدرس أحد أسباب العقم في المملكة العربية السعودية، والحمد لله حققنا المركز الأول على مستوى العالم العربي. والمركز الثاني قبل أي، والمركز الثاني كأفضل بحث علمي على مستوى الوطن العربي. طيب السؤال هنا، إيش اللي خلانا إحنا نوصل لهذه الإنجازات؟ في البداية كان عندنا قبل أيوة في البداية مهم جداً إيمان الشخص بنفسه. أنت على قد إيمانك بنفسك حتحقق شيء مستحيل تتخيله. المشكلة عند بعض مننا أو للأسف الكثير إن عندنا ضعف إيمان في النفس. أنت في لحظة إيمان، في لحظة ضعف إيمان قليلة أن تهدم أشياء جداً كثيرة بداخلك، وهي لحظات قليلة، فما بالك بالناس اللي طوال الوقت وهي تهدم في نفسها وغير مؤمنة بالأشياء اللي ممكن تحققها. وزيادة على كذا المشكلة الأعظم لما يكون هذا الشخص يحاول ينشر الوباء حقه هذا للناس اللي حوالينا ويجرهم الهاوية اللي فيه. فهنا هذه يعني من أشد المشاكل ممكن تواجهك. نقطة ثانية إنه you need to have a strong faith، إيمان جداً قوي بالله وإنه حيكون معاك في كل خطوة أنت تقدمها، إيمان إن كل عقبة تجيك هي طريق لنجاح آخر. هذه النقطة تذكرني موقف حصلنا أثناء البحث. الموقف كان أثناء عملنا للتجارب الفحوص الهرمونية، كان يتطلب مننا إننا نعمل فحص لتحليل الهرمونات. طبعاً كان يتطلب مننا إن إحنا نسافر للشرقية يوم الاثنين، وهذا الكلام حصل يوم الأحد. ما عندنا وقت تحليل نتائج، لكن المصيبة كانت فتحنا الكت حق المواد الكيميائية ولقينا أحد المحاليل لأحد الهرمونات فاضية العلبة، يعني دافعين عليه حوالي 12,000 وعلبة فاضية، فمستحيل تطلع لنا نتائج، مستحيل يطلع لنا حاجة. لكن ما وقفنا هنا، كان عندنا خيارين: to give up
أو إنه to give it a try. اخترنا إن إحنا نعطيها تجربة لأننا ما في فائدة إني أنا أوقف أو إني أحبط عند هذه المرحلة وإحنا قطعنا مشوار طويل. زيادة على كذا كان في ستريس كثير جدا إن التحكيم بكرة ولازم نسافر الشرقية لازم يكون عندنا داتا أناليسز ومن هذا الكلام. الحمد لله شفنا المكونات حقت هذه المادة، قدرنا إن إحنا نلاقي مادة كيميائية مشابهة، عملنا نيجاتيف كنترول وضبطت معانا وطلعت لنا النتائج، يعني ما وقفنا عند هذا الحد. فهذه نقطة جدا مهمة إن الإنسان أبدا ما يتحطم أو يحس بالإحباط. النقطة الثانية you need to be thankful، دائما دائما نشكر الله على كل النعم اللي أعطانا إياها، لأن فعلا إحنا بإيدينا نعمل أشياء جدا كثيرة، لكن إحنا مو مستوعبين قد إيش نعم موجودة عندنا، ف we must be thankful. أهم حاجة always remember family comes first. مهما ألهتك الدنيا، مهما وصلت المراتب وإنجازات، تذكر دائما إن عائلتك تأتي في المرتبة الأولى. ومن هذا المكان أحب إني أوجه تحية جدا جدا كبيرة لأمي الغالية والبابا كمان اللي دعمني طوال مسيرتي، شكرا جزيلا. آخر نقطة هي you need to enjoy it، لازم تستمتع بالشيء اللي أنت تحبه، لازم تفعل الشيء اللي تحبه وتحب الشيء اللي أنت قاعد تسويه. ما في أبداً أي شيء إيجابي من نقطة إنك تعمل حاجة محابها. أول النتائج حتكون سيئة، ما حيكون عندك اندفاعية أو قابلية للعمل إنك تكمل العمل اللي أنت قاعد تسويه، والنقطة الثانية ما حيكون في أي إنجاز ولا راح تتميز. وهذه جداً مهمة بخصوص الناس المقبلين على الجامعة واختيار الجامعات. لازم تختار التخصص اللي أنت حاس نفسك فيه، مهما واجهت تحطيم من الناس، مهما الناس ما قدروك، مهما الناس قالوا لك لا تدخل هذا الشيء، أنت كمل على حلمك، لأنك الشيء اللي أنت تحبه حتبدع فيه 100%. طيب بعد هذا إحنا وين وصلنا؟ صار انضممت أنا خريجة مدارس دار العلوم، انضممت لمؤسسة موهبة، برنامج شراكة مع المدارس، شاركت في مسابقة انتل آيسف للعلوم والهندسة تقام سنوياً في أمريكا للطلاب ما دون المرحلة الثانوية. وبالمناسبة إحنا رحنا لأمريكا وانطردنا، انرفض مشروعنا، لكن بعدها فزنا في العالم العربي الحمد لله. شاركنا في مسابقة العالم العربي، كانت مقامة في الشارقة. نكست. فهذا كان مع ممثلة شركة انتل، طبعا البحث هذا مع زميلتي سارة الناصر، كنت أتمنى حضورها اليوم. هذا بحثنا كان يدرس العقم، تأثير أحد المبيدات، وهنا أثناء مقابلة التلفزيون السعودي. هنا المسرح أثناء عرض النتائج. هنا أثناء إعلان بحثنا. وهنا الصورة هذه توضح إن إحنا مو عارفين نرفع العلم ولا نرفع الشيك. next the last slide please. هنا المقابلة بعد الفوز. هذا الشيء اللي أنا حبيتني أشارككم فيه. شكرا جزيلا، وتحية خاصة لـ all الفيصل professors who came today. thank you so much.